الإسلامي اللي هو طبعا كأس الرابطة ودوري تحت 21 عام. هذه كرة خطيرة لمصلحة نادي العين أمام المرمى. إيريك الله، العين اكتسح الأرقام، الكرة الآن لسفيان وقد يكون عرضية، يا سلام، أن يهاجم العين الأطراف الهجومية إسنادا بالأظهر سفيان، يا سلام، ثاني للعين كانت سفيان، يا سلام، بيلعب سفيان، يريدونك سفيان الموسم الماضي، يريدونك اليوم، ما كنت رحيمي، كنت قاسي، لا بل هداف، يا سلام، نور عينهم، لا بل يسجل الهدف الثاني بصناعة سفيان بذكريات الموسم الماضي. كرة للابا، يا سلام، الرابع، كم المباراة وبطاقة حمراء. لابا بالسهل الممتنع مشاها خط لابا، ما عقد المسألة، مشاها حلوة، الله عليكم، سابع الله. عالية وعرضية، كاي بيلعبها في المرمى، خطأ، الكرة بترجع للعين داخل منطقة الجزاء أمام المرمى، لا زالت قائمة، يا سلام، الزعيم يعود، قلت لكم هذه القمة. في بعد فريق الظفرة، بينما تصل إلى سفيان في اتجاه الأسرة على طول من طرف كوامي، تسديدة قوية في الكون، يا لها من تسديدة يا سفيان رحيمي استلمها سفيان، قرر أن يسدد، آي يا سفيان، ولا أروع يا سفيان، ولا أجمل يا رحيمي، حتى في زاوية مش ممكن، الله يا رحيمي، الله. رحيمي أحمد برمان، كرة لي الأمام باتجاه رحيمي، انطلق فيها رحيمي، كرة داخل منطقة الجزاء، الله، فاز على اللقب، هذه كرة عالية للأمام، الله، الكرة معه أمامية، بندر الأحبابي في الجهة اليمنى خطيرة، سفيان عرضي أمام المرمى، الله، دافيتي هذا الرجل الذي ساحة صواب عرضية لابا سفيان، يا رب لابا كنت بهيئها بعدلها، عادت يا سفيان، خطيرة من بندر عرضية، أوهو. الله يا سفيان، من كان يتوقع لابا، من سيسجل سفيان يضع العين في لحظات الأمان، وهدف جميل على الطاير، ونادي العين عاوز 3 بونتو والآخر، ونفس الكلام بالنسبة للوحدة، ونفس الكلام، خطيرة جدا، خطيرة يرميلينكو، هوبا الثاني سفيان، الثاني يا ولد سفيان، لابا وبيتكلم مع كاي، والعرضية خطيرة جدا، هدف ثاني، والهدف الثاني، فريق نادي العين يتقدم في مرمى نادي دبا. صافرة حكم المباراة من جولات، ولكن كل ذلك ينعكس على نتيجة اليومية. سفيان دوري تحت 21 عام، هذه كرة خطيرة لمصلحة نادي العين أمام المرمى. إيريك الله، واضح تماما بأن الفريقين عندهم النية بالانتصار، أوهوهو، عالية وأمامية باتجاه سفيان، بيلعبها الله، متقدم عن مرمى، الزعيم يسجل الثاني في ليلة تاريخية في الكلاسيكو رقم 72، يا سفيان يا قاسي جدا المرمى الوحداوي قاسي.